السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في قناتي إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير حبايبي أغلى متابعين اليوم راح أقدم لكم بسكوت التمر هش ولذيذ ومغذي بطريقة سهلة وسريعة وما تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي وعمل لايك للفيديو لتشوفوا الطريقة رافقوني لمطبخي ونوروني بحضوركم المكونات اللي راح احتاجها لوصفتي كاستين ونص طحين ثلاثة ارباع كاسة سكر بودرة ميتين غرام زبدة بحرارة الغرفة بيضة بحرارة الغرفة ملعقة صغيرة بيكن باودر ملعقة صغيرة فانيليا ملعقتين كبار حليب بودرة ملعقتين كبار نشا ورشة ملح لتجهيز وصفتي بالبداية بضيف الزبدة بوعاء وبخفقها ليصير قوامها كريمة. بضيف السكر البودرة على الزبدة وبخلطهم ضيف البيضة والفانيليا وبخفقهم منيح ضيف النشا والبيكنج باودر والملح والحليب البودرة ورح اضيف الطحين على مرحلتين بلم العجينة لم لحد ما يصير عندي عجينة طرية ومتماسكة وما بتلزق في الإيد. وإذا كانت العجينة رخوة بتزيدوها شوية طحين. بعد ما جهزت العجينة بحطها بنايلون غذائي وراح داخلها على الثلاجة لمدة خمسة دقيقة لتجهيز حشوة التمر راح احتاج 500 غرام عجوة تمر ملعقة كبيرة زبدة نص ملعقة صغيرة دكة كعك ونص ملعقة صغيرة كرفة وراح اضيف كل المقادير على التمر واعجنهم منيح بعد ما طلعت العجينه من الثلاجه بحطها على وركه الزبده وراح احط فوقها كمان وركه زبده وافردها بالشوبك بعد ما فردت العجينة بقص أطرافها لتكون بشكل متساوي، أخذت كسم من حشوة التمر وبدحرجها وبعملها بشكل رول لتشكيل البسكوت بحط التمر على طرف العجينة وبلفها لفة واحدة ورح أقصها ورح أسكر أطراف العجينة زي ما رح تشوفوا هون بالفيديو اضغط عليها شوي ليكون شكلها مسطح وراح شكلها بالشوكه بتخلص من الاطراف وراح قطعها لقطع متساويه الحجم وفيكم تقطعوها للحجم اللي بتفضلوا بعد ما جهزت كل الكمية رح أدخلهم على الفرن والفرن أنا شغلته قبل على درجة حرارة 190 من تحت ولما يحمر البسكوت من تحت بشغل الفرن من فوق بياخذوا وقت من 15 ل 20 دقيقة تقريبا لحد ما يجهزوا ويأخذوا لون حلو بعد ما جهز البسكوت طلعته من الفرن ورح أخليه يبرد شوية هون عندي البسكوت بعد ما جهزته زي ما انتم شايفين ما شاء الله شكله بيشهي ولونه كثير حلو وريحته بتجنن الوصفه كثير طيبه ولذيذه وسهله ما بتاخذ وقت في التحضير ومكوناتها بسيطه ومتوفره في كل بيت والبسكوت هاش وبيذوب ذوبان بالثم بنصحكم تجربوه لا تنسوا الإشتراك في قناتي عالم مليحة الهاشم والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي وعمل لايك وشير للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته